تعالوا نكمل نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شادي. ويمكن الخمس دقائق اللي جايين دول احنا عاملين نتكلم في الفصل، يا ترى هناخد فيهم ايه ولا ايه؟ لكن طيب تعال نشوف الاجراءات دي هل هتفيد القطاعات الانتاجية المصرية في شيء، وازاي القطاعات الانتاجية المصرية تستثمر هذه الاجراءات الاستثمار الامثل فينعكس على المجتمع بشكل عام؟ اولا هي الاجراءات هتفيد النمو طويل الاجل للقطاعات الانتاجيه بتاعتنا. يعني مثلا قطاع السياحه النهارده المفروض ان تكلفه الليله السياحيه الواحده تنخفض بشكل كبير جدا بعد الاجراءات اللي حصلت دي، عشان فروق السعر طبعا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه مش بس كده، ده كمان هو مش فروق السعر بتاعت الدولار بتاعت الاقامه، وكمان الانفاق جوه مصر طبعاً. بقى الانفاق يعني متراجع بشكل كبير جدا، بالتالي السائح بدل ما كان هيجي مثلا ينفق 500 دولار هينفق 400 دولار هينفق 300 دولار، وهيقضي نفس الفتره بنفس الاقامه بنفس كل حاجه. فبالتالي المفروض ده يزود عندنا الـ 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 يعني الـ 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 السياحة يعني، وخاصة مع تراخي بقى ايه الاجراءات بتاع الكورونا. فده بالنسبة للقطاع السياحة. طب بالنسبة للقطاع الصناعي، القطاع الصناعي عنده فرصة رائعة جدا، لانه زي ما حضرتك كده احنا مثبتين سعر الواردات عند 16 جنيه للدولار الواحد، في نفس الوقت اللي انا هبيع فيه للخارج ب 17 او 18 جنيه للدولار الواحد، وده معناه ان انا بشتري الحاجة بسعر ارخص وبيعها في جوه مصر بسعر، بالتالي يبقى التنافس بتاعي بره واضح للغايه، التنافس بتاعي بره شكله مهم جدا، هبقى بنافس منتجات في الغالب خارجه بسعرها الدولار العادي، انا عندي دلوقتي فرصه كبيره جدا للنمو في قطاع الصناعه. ثالثا بقى والاهم، ان الدوله اصلا كانت مثبته سعر الغاز للمصانع، وده يقول له ان النهارده عندنا فرصه كمان، لان حضرتك عارف اهم مدخل من مدخلات الانتاج في كل المصانع هي الطاقه، فاذا انت عندك دلوقتي دعم من ناحيه الطاقه، لانه احنا يعني الطاقه زي ما حضرتك شايف كده فيها الارتفاع جنوني في الخارج، الدول بره محرره السوق، احنا عندنا تثبيت لسعر الغاز للمصانع، فبالتالي ده يفيد بشكل كبير جدا في كمان في الانتاج. طب بالنسبه للقطاع الزراعي المنتجات اللي كانت بتتصدر، حضرتك عارف ان احنا بنصدر منتجات كتير جدا من الخضروات ومن الفواكه، يعني كان في اسواق ما بنعرفش ندخلها قبل كورونا، دخلناها في كورونا بسبب قله المعروض. الاسواق دي نقدر نستمر فيها ونحافظ على وجودنا فيها بسبب انخفاض السعر اللي حصل من الدولار. يعني دلوقتي الاجراء جوار اجراء صحيح في سوء حظ كبير جدا بيواجهه الاقتصاد المصري بسبب الازمات المتتاليه وسائل الاقتصاد العالمي عموما، يعني الا ان احنا ممكن حقيقي نحول الازمات دي لانها تلدمنا وبشكل كويس جدا. زي ما حضرتك كده كان في اسواق ما بندخلهاش تماما، زي السوق الاسباني، زي السوق الايطالي، دلوقتي بقى عندنا قدره كبيره جدا ندخلها في ظل كورونا، عشان كان في معروض اقل اضطروا ياخدوا المنتجات بتاعتنا، نقدر نحافظ على وجودنا فيها دلوقتي بسبب ان السعر اقل، وننافس المنتجات اللي جايه بقى من يعني البرازيل، والمنتجات اللي جايه من الارجنتين، والمنتجات اللي جايه من تركيا، لان احنا عندنا سعرها بقى اقل ومستريح دلوقتي اكتر، فيقدر نحافظ على مكاننا اللي اخدناه في وقت كورونا.